يقام في مدينة غاز عنتاب التركية مؤتمر سمح الرابع للآثار النفسية والاجتماعية للأزمة السورية، ليعنى بالرعاية النفسية للسوريين في الداخل ومناطق اللجوء. سبق المؤتمر برنامجا مصاحبا له يتضمن دورات تدريبية في معالجة الاضطرابات النفسية بالطرق الحديثة، وقد أجريت الدورات في عدة مدن تركية. وتم تدريب المنتسبين على استعمال علاج إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين بحسب ما أفادتنا الأخصائية البريطانية شين مورغان. My name is Sean Morgan and I'm the president of Trauma Aid UK, formerly known as HAP UK and Ireland. That's humanitarian assistance programs. I'm here with my team to teach people how to use EMDR. So our students are psychologists, psychotherapists, counselors, and psychosocial workers here in Turkey mostly. We have a couple of people who've come from overseas. وقد أفادنا الدكتور خالد سلطان الاستشاري في الطب النفسي من بريطانيا أن المنتسبين للدورة هم أخصائيين ومعالجين نفسيين. نحن هلأ هنا عاملين دورة في علاجات حديثة، هي متطورة مشهورة في بريطانيا وفي أوروبا وأمريكا لعلاجات الصدمات. عم نعمل هلأ الدورة لأغلب معالجين نفسيين سوريين، وفي منهم عرب كمان أتوا ليأخذوا التدريب. الموجودين أغلبهم أطباء نفسيين أو معالجين نفسيين بيشتغلوا بعدة منظمات. إحنا في مدربة بريطانية، وأنا وزميلي الدكتور وليد كمان إحنا أخصائيين نفسيين ببريطانيا كمان جايين كمتطوعين مشان نساعد بهالتدريب. التدريب بيكون يشمل 4 أيام على كيف بتأهل الأخصائيين النفسيين هون يتعلموا هالطريقة الحديثة بالعلاج، مثبتة عالميا ومثبتة لعلاج الصدمات وعدة حالات نفسية. فهالدورة تؤهلهم إنه يمارسوا هالعلاج النفسي في المستقبل. كما كان هنالك دورات في العلاج المعرفي السلوكي قام بها الدكتور رضوان الخياط الاستشاري في الطب النفسي من بريطانيا، فقال: اليوم دورة كانت اسمها دورة في العلاج المعرفي السلوكي، وحضرها عدد طيب أكثر من 20 شخص من المرشدين والمعالجين النفسيين العاملين مع السوريين الذين قدموا إلى تركيا. وهذه الدورة مهمتها تقديم المهارات اللازمة لتقديم هذا العلاج الضروري للمعاناة التي يعانيها الإخوة السوريون في هذا البلد، محاولة تخفيف الألم ومحاولة إعطاء المعالجين المهارات الضرورية اللازمة على تحسين القدرة على التأقلم مع الشدات والاضطرابات النفسية. طبعا هي ورشة عمل في تفاعل مستمر ما بين المحاضر وبين الحاضرين، وفي تطبيقات عملية خلال اليوم كاملا حتى يأخذوا المهارات بشكل عملي. وهذه الدورات قد اشتملت على تدريب أكثر من 36 من الأخصائيين النفسيين على تقنية EMDR حسب ما أفادنا الدكتور وليد عبد الحميد رئيس رابطة الأطباء النفسيين العرب في بريطانيا. دورة EMDR في غازي عنتاب ضمن فعاليات مؤتمر سمح، هذه الدورة طبعا اشتملت على تدريب 36 اختصاصي نفسي وطبيب نفسي لتقنية العلاج إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين، تقنية حديثة تستخدم لعلاج مرض اضطراب الكربي التالي للصدمة، واللي مع الأسف يكون شائع جدا بعد الحروب والنزاعات. طبعا أحد جوانب العلاج إبطال التحسس وإعادة المعالجة هو ما يدعى بالمكان الآمن، فالحقيقة مهم جدا أنه علاج يحسس المريض في البداية أنه عنده وسائل تهدئة ووسائل تطمين نفسي يستطيع من خلالها يمر في العلاج بدون أن يضطرب نفسيا.
سمح هي ضرورة ملحة الآن وفي مستقبل سوريا، فكونوا معنا. www.syriasamh.com